مسلسل الكرتون موقف ميكرو أو موقف باص، عمل يناقش القضايا الاجتماعية ولكن بقالب كوميدي ساخر عبر توجيه بعض الرسائل النقدية ولكن بأسلوب الكرتون. العمل من تأليف وتمثيل عمار دبا وإخراج أحمد درويش، وتدور أحداث الكرتون حول بائع متجول وطالب الجامعة المثقف ونقاشاتهما اليومية في موقف الميكروباص. كما عاد الموسم الثاني ليناقش هموم الشارع السوري من قضايا معاصرة لوضع السوريين في مرحلة الحرب. معلم قاعد بأمان الله، ما اسمع لك إلى صفيرة. أخت هي شقتو. إيه والله سمعتها مبارك. ومن بعد منا ما اسمع لك إلا ولويل طالعة من بيت حاجة مفيدة. هيك يعني خطفوك وما عرفت مين أخدها؟ والله وكيلك، فكولي هالطماشة عن عيوني وما شف لك حالي إلا لابس هالبدلة البرداني. العمى على هالعلقة؟ عمى؟ شو يعني قواص وما قواص؟ معلم صف الفاشك ضيعته. شو ها؟ لك هاي غنية قديمة مالك فيها، بس شو بدك بالحكي؟ والله إذا بشوفه المسكين صفيا مثل الوردة الدبلاني. هلا أبو وئام وردة صعبة شوي. يعني إذا بتقرشوا على عالم النباتات بيطلع بالكتير شوكي. والمزيد معي في الاستوديو المخرج السوري أحمد درويش، وأيضا معي في استوديو العربية في دبي الفنان السوري طبعا عمار دبا. أهلا بكما، وأبدأ معك أحمد كونك معي بالاستوديو الأقرب والمخرج. الفكرة أول شيء كيف تمت ولماذا كرتون؟ خوف؟ لا أبدا، بالعكس كرتون لأنه بتوصل ببساطة أكثر المسج للأشخاص. إذا ممثل كان عم يحكي بنقد تقيل شوي حترتبط بهالشخصية تبع الممثل على طول، أما الشخصيات الكرتون فيك تحمليها اللي بدك إياها على طول تتجدد. يعني هلا موقف مكر حكينا شغلة من قبل إنه هن مو بس هالشخصيتين، هن عم يحكوا عن الكوميونتي أو الحارة تبعهم الحي، في أكثر من 60 شخصية موجودة، هن بيحكوا شو صار مع فلان وفلان وفلان، فهي التجارب اللي بتصير مو بس تجربة شادي أو تجربة برو، فهنا بيحكوا عن الكوميونتي بشكل عام. كيف طلعت الفكرة وليش طلعت الفكرة؟ هلا عمار كان عنده شخصية برو من زمان، كاتب شيء عنها وحابب يعملها لتحكي عن المجتمع السوري والمشاكل اللي بتصير، يعني كنقدية ساخرة مثل ما حكيتي. والكوميديا هو الأساس يعني، فضفنا عليها شادي بحيث إنه تمثل الجيلين، يعني شوي التقليدي والمثقف والشاب المعاصر أكثر. ومعظم الأشياء اللي بتصير هي من التناقض من بين وجهة نظر شادي مع برو. طيب بدي أسأل أحمد أو بالأحرى عمار. عمار، إذا ما حكينا عن كونك كرتوني إذا ما صح التعبير، هل تشعر ببعض الأحيان أنك بدك تطلع من الصورة لتتحدث أنت كعمار؟ لا أبداً ما بحس، لا أبداً ما بحس أني أنا بدي أطلع، لأنه أنا هدول الشخصيات عشت معهم لفترة كتير طويلة. يعني نحن أول سيزن طلعناه ب 2010، وقبل هذا السيزن نحن بثلاث سنين أنا عم بشتغل على شخصية برو. فأنا صراحة بعد ما سجل الحلقة فعلا لما بنظر عليها أنا ما بحس أنه هذا الشخص هو أنا، يعني بحس أنه هذا الشخص له استقلاليته وهو بنفسه، وبحسه انه هو اكيد قادر يعبر عن الشيء اللي انا كنت بدي اقوله. بس احمد، يعني كونك عذرا عمار، كونك كتبت الموضوع وتجربتك ب 2010، ما بعد 2010 تغيرت الكثير من الامور، كيف انقلب الحوار اذا ما صح التعبير او افكارك؟ تغيرت الامور بس ما تغير طريقه التعاطي مع البرنامج. يعني موقف ميكرو بيحكي عن هموم المواطن السوري اولا واخيرا. ما بيهمنا ننظر للموضوع من اي وجهه نظر او من اي طرف، احنا بيهمنا المواطن السوري اليوم هو كيف عم يفكر الموضوع، كيف عم يتفاعل مع الاحداث اللي عم تصير. فاكيد الاحداث تغيرت، الظروف كلها تغيرت، وموقف ميكرو صار يتعاطى مع قضايا لها علاقه بالوضع اللي عم بيمس المواطن السوري بالوقت الحالي، الامور اللي بتتعلق بالحرب، باللجوء، بالاستقطاب الطائفي، كثير امور موجوده وطرحناها ولساتنا يعني عم نطرحها مع الحلقات الموجوده. بس يقال انه الطرح لا يعطي الحلول أيضا، وهون بسأل أحمد، ما أهمية أن تعطي الموضوع دون تشاؤم، الإفراط بالتشاؤم ودون الإفراط بالتفاؤل ودون حلول؟ هلا هو مو دون حلول، يعني نحن بنطرح وجهة النظر، يعني إن كان من وجهة نظر شادي أو برو، عم نترك الخيار بالأخير للمتلقي للمشاهد، يعني هو يقرر. بس نحن عم نحكي عن أشياء أو من وجهة نظر يمكن مو مطروحة لا بوسائل الإعلام ولا حتى بالدراما يعني الموجودة فعلا. ليش ميزتوا؟ بالواقع أكثر، يعني عم نحكي مثل ما بيحكوا الناس فعلا بالشارع. يعني حكيناها اكثر من مره انه لهلا بتحسي بالدراما كثير منمقه ومؤدبه وبيحكوا مع بعض عليك اللعنه مو لهالدرجه، بس
موقف ميكرو برو شادي بيحكم تماما مثل الشارع، حتى احيانا بس بمر امرار الباص وبنقذ يعني الصوت بس عشان ما تطلع، يعني مو حابب يسمع المسبي او شيء، بس الناس هيك بتحكي بالشارع، يعني نحن يوميا هيك بنحكي كلياتنا، ما عم ندعو لانه ما بتعتبر انه نقطه جدا مهمه انه ما يحدث بالشارع لا يعني انه يجب ان تعمموا على الناس، وبالعكس يجب ان تحافظ على اجمل ما يمكن ان يقدم بعيدا عن ما يمكن ان يعتبر مبتذل. يعني نقصد الواقع، يعني بنقصد فيه الواقع. يعني انت سالتيني بالسؤال الاول عن انه ليش انيميشن او ليش كرتون. الحقيقه من اهم البرامج اللي بتنتقد المجتمع الامريكي او الغربي بشكل عام هي مثل فاميلي جاي او سيمسونز او غيرهم. الكرتون له القدره انه فعلا ينتقد وبتقبلي منه حتى لو كسر تابوس شغلات كثير كبيره. يعني يمكن البرامج اللي بتحكي اللايف عن اشياء بهالمستوى هذا يمكن شوي تتحارب او ما توصل بهالدرجه بهالبساطه. موقف ميكرو جرعته ابسط، ولسه المجتمع عندنا كمان يمكن مو جاهز لحتى نحكي بشغلات اكبر من هيك، بس بيحكي من الصغيره للكبيره، يعني عن الاشياء البسيطه اللي بتضايق الواحد يوميا للمشاكل الحياتيه والمصيريه اللي بيمر فيها. وهذا يعني يمكن نساله لعمار حول الخطوه القادمه، شو رح تكتب مستقبلا وكيف لقيت اقبال الناس حقيقه؟ اقبال الناس كثير منيح، يعني موقف ميكرو متابع من 2010 وهلا لسه عم ينتشر اكثر. بتمنى انه طريقه طرحنا للمواضيع، الزاويه اللي عم ننظر منها للامور ولتحليلنا يعني للاشياء اللي عم تحصل، ان شاء الله يلقى رواج والناس تتابع اكثر، لانه متابعه الجمهور للشو ودعمه، بما انه هو بيطلع بس اونلاين، بيطلع على اليوتيوب فقط، فمتابعه الجمهور له هي الدعم الحقيقي، هو اللي بالنهايه بيؤدي لنجاحه. هلا شو بتمنى اني اكتب لقدام؟ انا واحمد عنا فكره من زمان كثير لتحويل موقف ميكرو بصيغته الحاليه لمسلسل كبير يحوي كل هاي الشخصيات، ليحكي اكثر بتفاصيل اكثر صغيره وكبيره معاشيه عن نعم. المجتمع السوري. واحنا بنتمنى لكم كل التوفيق. كان معنا الفنان السوري عمار دبا، شكرا جزيلا لك. شكرا. على مشاركتك. طبعا اشكر ضيفي في الاستوديو احمد درويش المخرج، شكرا جزيلا. شكرا لك.